مشاهدينا في نفس ذات السياق ينضم الينا عبر الهاتف استاذ ايمن السيسي نائب رئيس تحرير الاهرام. ارحب بك معنا استاذ ايمن. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. في البدايه، كيف تتابع هذه الزياره التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس جمهوريه جنوب افريقيا واهميتها في هذا التوقيت بالتحديد؟ يعني في تصوري انه التلاقي بين مصر وجنوب افريقيا مهم جدا، لانه مصر بتمثل الاقتصاد الاكثر نموا او الاكثر نموا في القاره حاليا، ومعروف اقتصاد جنوب افريقيا من الاقتصادات القويه. في افق تعاون كثير منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولايه مصر، وبدا يتحرك تجاه العوده بمصر الى افريقيا بشكل قوي وحثيث. نعم. خدمه العلاقات المصريه وخدمه الاشقاء من خلال نقل الخبرات والاستفاده البينيه للدول الافريقيه. من الفتره الاخيره للعام الاخير، وهو عام رئاسه مصر ورئاسه الرئيس للاتحاد الافريقي، اعتقد كان في تحركات كثيره، او زي ما شفنا ان في تحركات كثيره جدا على مسار العلاقات البينيه والعلاقات الاقليميه في اقاليم القاره المختلفه. وجنوب افريقيا من الاقتصادات المهمه ومن المؤثرين في العمل السياسي الافريقي بشكل عام والعمل الامني، وبالتالي الاتفاق، وشفنا الطرح كمان بتاع خط سكه حديد، هو يعني الخط مع المجر. يعني اعتقد ده هيكون كان اكبر اتفاقيه في تاريخ مصر في مجال السكك الحديديه مع المجر. ده مهم جدا يعني، واعتقد ده هيكون رابط مع فكره القاهره كيب تاون. العلاقات البينيه الاقتصاديه بين مصر وجنوب افريقيا علاقات متميزه، فضلا عن انه مصر متميزه في القاره بشكل عام وفي بعض اقاليم القاره، وهذا ما يخص برضه جنوب افريقيا انها متميزه في القاره وفي اقاليم القريبه منها، وبالتالي بعد فتح او بعد تصديق برلمانات الدول الافريقيه على منظومه التجاره او اتفاقيه التجاره الحره، اعتقد انه للدولتين افاق كبيره وانجاز هيكون فيه تحقيق التنميه المستدامه. بالضبط. نعم. فضلا عن الامن، لانه الامن واقرار السلم في المجتمعات الافريقيه ومحاربه التعنيف ومحاربه الابقار سواء الطبيعي اللي بيحصل نتيجه الجفاف او الازمات الجغرافيه او تغيير المناخ البيئيه. نعم. او الافقار العمدي من بعض الاعراق، التعدي الاعراق على بعض الاعراق، فضلا عن علاقه مصر بدول حوض النيل وتاثير جنوب افريقيا في العلاقات السياسيه مع حوض. نعم استاذ ايمن، يعني في هذه النقطه دعني اسالك برايك، ما الذي يميز يعني علاقه مصر بجنوب افريقيا عن غيرها من العلاقات من الدول الافريقيه؟ يعني هو مصر الحقيقه علاقتها متميزه باغلب الدول الافريقيه، لكن جنوب افريقيا بما انها دوله تشبه مصر او على التوازي مع مصر، دوله مؤسسات، فيها مؤسسات، فيها اقتصاد قوي، فيها تنميه اقتصاديه، فيها خبرات في مجالات كثيره، وده اللي بتتمتع به مصر ايضا. المؤشرات او اغلب الدراسات ومراكز الابحاث والهيئات الاقتصاديه والسياسيه ومراكز الابحاث في العالم بتتكلم على انه مصر وجنوب افريقيا هما اللذان ممكن ان يقودا القاره الافريقيه، خصوصا مع الدعم الدولي البال في المؤتمرات الاخيره اللي حضرها السيد الرئيس بصفته رئيس الاتحاد الافريقي وبصفته رئيس مصر، والعمل على تفعيل بعض او كثير من الاتفاقيات الاقتصاديه. وان مصر من اكثر الدول يعني المتصدره ما بين الدول الافريقيه في جذب الاستثمار، يعني واقتصادها يعتبر من اعلى الدول الافريقيه حاليا. بالضبط. فده يعني العلاقات البينيه بين مصر وجنوب افريقيا اعتقد انها ممكن تقود القاره الافريقيه نحو تحسين اقتصادها، نحو يعني تحسين فرص التنميه واستغلال الامكانات المتاحه لفرض تنميه مستدامه في القاره. نعم، اشكرك شكرا جزيلا استاذ ايمن السيسي نائب رئيس تحرير الاهرام، شكرا جزيلا لحضرتك.